السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين أخواتي. اليوم بغيت نحضر معكم شوية الكاطو، كتجي رائعة. ودوزوا معايا المقادير والطريقة التحضير. أخواتي ندوزوا المقادير والطريقة التحضير إن شاء الله. بسم الله، بغيت نحضر معكم واحد الكاطو. هنايا عندي 200 غرام تاع الزبدة، عندي المارغرين هنايا بحرارة المطبخ. كنحتاج فيها، غنقدم معكم المقادير في خطرة. كنحتاج فيه كاس نتاع اللوز اللي طحنتو بودر، ما محمرش اخواتاتي، طحنتو بقشورو، اللي بغى يحيد القشور يحيدو. كنحتاج واحد الكاس نتاع السكر كلاصي، بيضة، بيضة كاملة، كنحتاج اخواتاتي قشور ديال الحامض، معلقة كبيرة، واحد المعلقة نتاع قشور الحامض، غنحتاج واحد معلقة حتى لجوج نتاع الحامض، نتاع العصير الحامض. دابا خواتاتي غندوز نخلط هاد الشي، ولا فاغين على حسب شحال غيهز ليا. وغنحتاج السكر كلاصي باش غنفند. غندير واحد القبيسة د الملحة هنا، غنخلط اخواتاتي هاد الشي. غنحتاج كاس د الزيت، مع هذا الخليط الزبده اخواتاتي تكون بحراره المطبخ باش كتسهل علينا الخدمه ديالها. هاد الكاطو كتجي زوينه. نزيد اخواتاتي داك الكاس د الزيت هنايا، نحتاج داك العصير د الحامض اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش، غير كيعطي واحد لوكو زوين مع القشره ديالو، كيعطي لوكو زوين. كينقصنا شويه من داك الحلاوه، لان هاد الكاطو غنفندها في السكر كلاصي ان شاء الله. تبعوا معايا اخواتاتي حتى الاخير. فارينا غندير اخواتاتي على حسب شحال غتهز ليا، ما نقدرش نقول لكم شحال، حتى الاخير غنقول لكم شحال هزات ليا. نديرو الطحين بالتدريج. غنحتاج كاس ديال الفاني اختياري، انا درت اللي بغى ما يديروش، واحد نتاع الزا تاع 11 غرام. دابا خواتاتي غندير نجمع الطحين ديالي ونشوف شحال غتهز ليا الطحين. اللي ما بغاش يدير الفاني ما يديروش. هنا درنا السيترون، درنا قشرة د الحامض، اختاري اللي بغا يزيدها يزيدها. دابا خواتاتي غنجمع العجينه ديالي، من بعد غنقول لكم شحال هزات لي ديال الفرينه. هانتوما خواتاتي كي خصها تجي العجينه، هاكا لي خصها تجي ديك الكاطو.
هزات لي اخواتاتي هنا 600 غرام اللي هزات ليا، وانتم ضعفوا المقادير، واللي بغى كيضعف المقادير ولا كيزيد ولا كينقص. دابا غندوز معاكم للتشكيل. تشكيل اخواتي تيديرو كما بغيتو، انا غنشكلها بهذا. الطابع هذا كيجي بحال المقروط، انا كيعجبني نحيد له هاد الجناب. هانتوما اخواتاتي كيجي، وكل واحد يدير الشكل اللي بغى. انا درتو بهذا الشكل، وانتوما باش ما بغيتو طبعوا اخواتاتي. ندير قدامكم باش يبان ليكم اخواتاتي. باش يكون لكم واضح، كنحيدو انا هاد الجناب، كيعجبني يكون كيجي بحال المقروط. كنحيدو هاد الجناب، هاد الزايد. وقطعوه كما بغيتو نتوما اخواتاتي، كبير ولا صغير ولا كل واحد يقطع الشكل اللي بغا. دابا اخواتاتي غنكمل الكاطو ديالي، ومن بعد ان شاء الله ملي غطيب غتشوفوها كي كتجي. هانتوما اخواتاتي من بعد ما طابت الكاطو ديالي، هانتوما كي كتجي، ما خصكمش تجي حمراء بزاف. هانتوما كي كتجي غنفندوها في السكر كلاصي. ديروها اخواتاتي ما حد كتكون سخونه من الاحسن، باش كيشد فيها السكر كلاصي. كتفندوها فيها كتجي فتي يا اخواتاتي، كتهرس بوحدها. انا كتجي بحال صابلي، كتجي غزاله. تخليوها تبرد غير شويه باش يشد لكم فيها السكر. اخواتاتي انا كندير السكر سبيسيال، سكر كلاصي سبيسيال، باش كيشد في الكاطو. كديرو عليه السكر هكا اخواتاتي، هانت كدردرو عليه باش يشد فيها مزيان. ما تخليوهاش طيب بزاف اخواتاتي، كتبقى بيضه. هنا هي مخدومه غير بالزبده، ما فيهاش البيض بزاف، هنا مخدومه غير بالزبده.
غنخليها تشد راسها شويه خواتاتي، عاد عاد نحركها هنا كتهرس دغيا، هنا كتجي فتيه داكشي، باش خصني نحاول حتى تبرد شويه. عاد هانتوما خواتاتي كتجي ديك الكاطو، كتحاولوا عليها خواتاتي، كتحاولوا غير بشويه، هنا كتهرس كتجي فتيه. هانتوما خواتاتي كديروها حتى تبرد، كديروها حتى تبرد عاد باش شتي كتجي. هانتوما خواتاتي كتجي، كتجي هشيشه فتيه. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هانتوما خواتاتي ملي سخونه راه كتهرس دغيا، تخليوها حتى تبرد عاد تجمعوها. هانتوما خواتاتي كي كتجي ديك الكاطو بعد ما فنتها في السكر كلاصي، ما تخليوهاش طيب بزاف اخواتاتي، تخليوها غير هكا باش تجيكم، وخليوها حتى تبرد. هانتوما خواتاتي انا زمعاكم وحده تشوفوها، هانتوما كي كتجي فتيه هشيشه. طيب انا